التي سيخصص جزء الأكبر للرد على بعض ما أتى على لسان المترشح السابق للانتخابات الرئاسية السيد مصطفى كمال النابلي من اتهامات ومن مسرحية سخيفة نقلت وصولها أحد القنوات الخاصة المساند الرسمي لأحد المترشحين في الانتخابات الرئاسية. وحقيقة المسرحية كانت سخيفة جدا، حيث بدأ المنشط وكأنه متفاجئ من القرار وفسح المجال بطريقة غير مهنية وغير حرفية، بطريقة لا تشوبها أو بالحياز لا تشوبه أي شائبة في الاعتداء والثلب والتشويه في حق المرشح دكتور منصف المرزوقي. أريد أن أقدم بعض الملاحظات حول ما أتى على لسان السيد مصطفى كمال النابلي ذلك اليوم واليوم الذي بعده وصباح اليوم أيضا، حيث يبدو أن الأمر يتعلق بالنسبة إليه بتصفية حسابات شخصية، إذ لم يقدر ولم يستطع أن يخفي الجرح الذي لا يزال يعاني منه، والخاص بإقالته وعزله من إدارة البنك المركزي. فوصف اليوم هذا القرار، قرار عزله الذي يعود إلى سنتين الآن، بأنه اعتباطي. ونحن نقول أن قرار تسميته أصلا في ذلك المنصب كان قرارا اعتباطيا، حيث عين على إدارة البنك المركزي يومين بعد فرار بن علي، بعد مغادرة بن علي أرض الوطن. ولا ندري في أي ظروف عين على ذلك المنصب أو في ذلك المنصب، ولكن أقول شيئا ربما لم يقل إلى حد اليوم في وسائل الإعلام، حرصا على السير العادي لدولة الدولة وحرصا على واجب التحفظ، وهو أن من أهم العناصر التي دفعت رئيس الجمهورية إلى عزله من ذلك المنصب هو تلكؤه ومماطلته في إجراءات استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الأموال التونسية المنهوبة في الخارج. هذا أمر أقوله اليوم ردا على ما ذكره، و يعني لإرجاع الأمور إلى نصابها. من سوء حظي المرشح السابق السيد مصطفى كمال النابلي أن الظروف التي أعلن فيها انسحابه كانت ظروف لا تتطابق مطلقا مع الشعار الذي رفعه أثناء حملته الانتخابية، وهو شعار تونس أمان، حيث لا يعقل أن من يعتقد أن تونس أمانة يتخلى عن ترشحه لقيادتها ولحفظ هذه الأمانة بمجرد تلقيه مكالمة هاتفية مجهولة المصدر. ونحن نعلم حقيقة منذ البداية أن حظوظ السيد مصطفى كمال النابلي كانت معدومة تقريبا، ولكن أن يقرر الرجل وأثناء قيامه بحملته الانتخابية وبنشاط انتخابي في مدينة بنزرت أن يقرر الانقطاع عن حملته والعودة مباشرة إلى تونس، ثم إلقاء بيان وقراءة بعض الورقات بطريقة تدل على أنه لم يكن هو الذي كتبها، وهو ما ظهر من خلال تلعثمه في قراءتها، هذا يدل على أن الرجل لا يتحرك إلا بالتعليمات ولا يتحرك إلا بالهواتف مجهولة المصدر. وبالتالي يعني تونس ومنصب رئاسة الجمهورية ليس من حق أي شخص يتصرف بهذه الطريقة ويكون عرضة لكل هذه الأنواع من التعليمات أن يتقدم لهذا المنصب. هذا أولا. ثانيا، يتحدث الرجل عن اتهامات بالإرهاب واتهامات بالتطرف، ونحن نقول له أنه عندما كان منصف مرزوقي يهاجم التطرف ويطالب بتجريم التكفير ويطالب بالحوار بين كل الأطراف، كان السيد مصطفى كمال النابلي ربما لم يتحصل حتى على شهادة البكالوريا آنذاك. وبالتالي عندما يتحدث مصطفى كمال النابلي عن مصطفى مرزوقي في هذا الباب، يجب عليه أن يعرف عما يتحدث وأن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة السياسية والتهلكة المعنوية. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للحملة الانتخابية للدكتور مصطفى مرزوقي، هذه الحملة هياكلها معروفة، وهي تقوم على التنسيقيات الجهوية والمحلية للمستقلين، وهي تنسيقيات شرعنا منذ مدة طويلة في تركيزها. هذه التنسيقيات أعضاؤها ومسؤولوها معروفون لدى السلطات ولدى هيئة الانتخابات، وبالتالي فإنه لا علاقة لنا مطلقا بأي هياكل أخرى لا تعمل تحت هذه التنسيقيات، ولا تنسيق لنا مطلقا مع أي هياكل
أخرى، وكنا قد نبهنا إلى أن كل من يريد العمل في حمد الدكتور مرزوقي عليه أن يخضع للقوانين المعمول بها وأن يقوم بالدعاية ضمن الضوابط القانونية المعروفة والموضوعة من قبل المشرع وخاصة القانون الانتخابي. ثم إذا كان لدى البعض تحفظات على سلوك أناس معينين ويتهمهم ببعض الاتهامات، فعليه أن يقدم قضية ضد هؤلاء ولا أن يستغل وجود هؤلاء لتشويه الخصوم. الآن أصبح سيد مصطفى كمال النابل مرشحا سابقا، ويبدو أن في إطار نفس التصور، تصور أنه مكلف بمهمة، الآن وقع إطلاقه لكيل هذه الاتهامات، بما أنه لم يعد خاضعا فيما يعتقد لما يتطلبه منه القانون الانتخابي من عدم مهاجمة البقية المترشحين باعتبار أنه لم يعد مترشحا. نحن نتصور ونتوقع أن كل هذا الكلام الذي يقوله مصطفى كمال النابلي ربما يكون فيه تهيئة لشيء خطير، وربما يكون فيه تهيئة لإلصاق بعض التهم الخطيرة في فترة قادمة. ولذلك نحن ننبه النيابة العمومية وننبه السلطات المسؤولة إلى ضرورة الاستماع إلى السيد كمال النابلي، لعله قد يكون يعلم بأن عملية إرهابية قد تحصل في الأيام القادمة أو في الساعات القادمة، وأنه يهدف إلى إلصاق هذه العملية وهذه المسؤولية بأحد المرشحين. نحن نطلب من النيابة العمومية حقيقة أن تتنبه لذلك، ونطلب من السيد مصطفى كمال النابلي إذا كان يعرف بوجود شيء في هذا الخصوص أن لا يتأخر عن إعلام السلطات العمومية، لأن الأمر يتعلق ليس فقط بمسار الانتخابي بل ربما بالأمن العام وربما بحياة بعض التونسيين أو بدماء بعض التونسيين. ثم نقطة أخرى هو أننا في حمد الدكتور مصطفى مرزوقي نحن الذين نتعرض إلى العنف. تعرض بعض الشباب العامل في هذه الحملة في منطقة بنزرت منذ 3 أيام إلى التعنيف من طرف أنصار بعض المرشحين الآخرين. تعرض بعض المناضلين أيضا في حمد الدكتور مرزوقي في مدينة البارحة إلى تهديد باستعمال السلاح من قبل بعض أنصار المرشحين الآخرين. نحن نتعرض إلى التشويش على الاجتماعات الانتخابية والتنقلات الانتخابية التي نقوم بها، ورغم ذلك فقد تمسكنا بكل برود الدم وسنظل نتمسك ببرود الدم وسنظل نحترم القانون الانتخابي، ولن نسمح لأي منخرط في هذه الحملة بأن يخترق هذا القانون الانتخابي وبأن يعتدي على أي مناصر لمرشح آخر أو أن يفسد اجتماع أو تنقلات مرشح آخر. هذه بعض النقاط، أنا مفتوح على أسئلتكم كلها، فتفضلوا. تفضل. شكرا. نجاوبك على النقاط الأولى. نحن نعتبر أنه في حملة انتخابية طبيعي أنه أحيانا يكون هناك حماس وأحيانا الحماس يكون زائد على اللزوم، وبالتالي نفرق بين هذا الحماس في إطار الحملة الانتخابية ونفرق بين الاتهامات المعدة سلفا والتي قد تكون جزء من خطة كاملة لتحويل اتجاه الناخب والتحذير ربما لا قدر الله لحادث أمني أو أحداث مثل التي شهدناها في السنتين الماضيتين. هذا أولا. وبالتالي الأمر لم يتعلق الآن بمرشح، الأمر يتعلق بمرشح سابق. هذا المرشح السابق يعتبر نفسه أنه أصبح في حل من احترام القانون الانتخابي، وأصبح يتنقل من يعني منبر إعلامي إلى آخر لكي الاتهامات ولتشويه مرشح. نحن نعتبر أنه عندما قلت أنه وقع إطلاق السيد كمال النابلي، أنا مصر على استعمال هذه الكلمة، وقع إطلاقه فعلا للقيام بهذا الدور. بل أكثر من ذلك، نحن نرى أن تنازله وانسحابه من الانتخابات هو يعبر عن مرور بعض المرشحين إلى الخطوة أو إلى الخطة باء، البلان باء، وهو أنه هناك نوع من القلق من تصاعد حظوظ الدكتور المرزوقي، وبالتالي ما كان يبرمج للدور الثاني أو ما بعد الدور الأول أصبح مستعجلا الآن بدفع بعض المرشحين الذين لا حظوظ لهم أصلا ومن الذين يشتغلون بالتعليمات وبالمكالمات مجهولة المصدر من أجل الانسحاب الآن وتوجيه الجزء الضئيل
من الناخبين المفترضين والمحتملين نحو أحد المرشحين الآخرين. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية ذكرني الله يخليك. طيب احنا فكرنا وحتى أعددنا الملف جملة من القضايا وليس قضية واحدة، ولكن نحن حقيقة نرى أن الرأي العام ليس مهيئا، لأن التوتر يتجاوز هذه المرحلة، ونحن نحتفظ بحقنا كله في رفع هذه القضية، لكن إلى حد الآن لم نقم برفع هذه القضية. إذا تمادى السيد مصطفى كمال النابلسي فسيكون لنا معه شأن آخر قضائي عبر مسار قانوني وقضائي، ولكن ما نحن ننبه منه وننبه إلى النقص الحاصل فيه هو وقوف هيئة الانتخابات وهيئة الإعلام، هيئة الاتصال السمعي البصري، وكأن شيئا لا يحدث في هذه البلاد، وكأنه ليس هناك تجاوزات، وكأن الإعلام أو جزء من الإعلام المنحاز أصلا يعني وكأنه يقوم بعمله بكل حرفية، في حين أن جزءا من هذا الإعلام مدفوع الأجر يقوم بحملة انتخابية غير شريفة وغير قانونية لبعض المرشحين. تحدثت عن تمويل الحملة الانتخابية، احنا قلنا أن تمويل الحملة الانتخابية هو في جزء منه يقوم على مبيعات هذا الكتاب، وهذا الكتاب مبيعاته تحقق يعني نسبة محترمة، ما عنديش الرقم، الرقم عند الإدارة المالية. هذا أولا. ثانيا، فإن مبيعات هذا الكتاب تتم عبر المناضلين والمخرطين في حملة الرئيس المرشح للرئاسة السيد محمد مصطفى مرزوقي، وعبر التنسيقيات الجهوية والمحلية للمستقلين، ولكن هناك أيضا تبرعات يعني تدفع للحملة بحسب الأساليب القانونية وبحسب القوانين، قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وهنا نحب نشير إلى حاجة، أن السيد مصطفى كمال النابلسي أول مرة نسمع السيد مصطفى كمال النابلسي يتحدث عن المال السياسي، ويتحدث على ليزانسيني أوربان، هذوما اللافتات الإشهارية الكبرى في وسط البلاد، ويعتبرها دليل على وجود المال السياسي، وقد يكون الرجل نسي أن له الآلاف من هذه اللافتات، وقد تكون وضعت هذه اللافتات دون حتى إعلامه ودون علمه، وهذا ربما يكون طبيعي لأنه لا يستشار في كل ما يفعل باسمه. تفضل. نرجع لك الله يخليك، ما تحتكرش ونرجع لك. فيما يتعلق بتصريحات مدير الحمله الانتخابيه للبيجي تاي سبتي والمرشح هكلكم، كان هو وصفها لا جاوبتك قلت لك انه عندما يتعلق الامر بمرشحين فانه الحماس الانتخابي يمكن ان يصل ببعض المرشحين او من يمثلهم الى نوع من التصريحات من هذا النوع. هذا في حدود القانون، هذا يمكن ان نقبله، لكن وقت اللي يكون مرشح سابق مهمته الجديده المكلف بها هي مهاجمة مرشح آخر، أعتقد المسألة تصبح مختلفة. فقط تعليق على السيدة كلثوم كنو وقت اللي قالت مصطفى مرزوقي بن علي اثنين، أن نقولها جست مدام كلثوم أقف قدام المراية وعاود قول الكلام هذا وشوف روحك تصدق ولا ما تصدقوش. تفضل. أنا جاوبتك وجاوبت من هارلول، قلت هياكل الحملة الانتخابية بتاعنا معروفة، وهي تقوم على تنسيقيات المستقلين في الجهات وفي المحليات، وأن عناصر هذه التنسيقيات معروفين لدى السلطات ومعروفين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأننا لا ننسق إلا مع هذه الهيئات، هيئات المستقلين أو تنسيقيات المستقلين، وأن أي خطاب لا يصدر عن هذه الهياكل ولا يصدر عن إدارة الحملة هو خطاب لا يلزمنا في شيء، سواء كان مساند أو غير مساند. فيما عدا ذلك، هذه هيئة منحلة، حزب منحل، رابطة منحلة، هذا أمر نعتبر أنه ما هوش من شأننا، نعتبر أنه مسألة قانونية. اللي سامعوا كيف أنا أنها منحلة، ولكن بعض الناس يرجعوا المنحل يردوه قانوني وقت اللي يحبوا، وهذا الكل جاي في إطار تجاذب سياسي. نأمل أنه الكثير من التجاذبات هذه ما تفوتش درجة معينة وما تفوتش مستوى معين. تسلى عليه سي مصطفى، هذه سي مصطفى كمال الرجل تراجع وقطع زيارته حملته الانتخابية بناء على مكالمة هاتفية. والله تسلى عليه سي مصطفى كمال. لكن تبنيكم يعني التعليمات هي تعليمات؟ نعم. يعني لديكم الدليل أنا متأكد سي مصطفى كمال عنده دليل. أنتم طيب لعنا دليلها. طيب
تفضل سيدي سي خالد. صحيح ثم مترشحين عندهم امكانيات كبيره برشا ومترشحين ما عندهمش امكانيات، واحنا نعتبر انفسنا من اللي ما عندناش امكانيات، هذا اولا. ثانيا اذا كان المقصود هو مساله الحراسه الامنيه وما الى ذلك، هذه الحراسه يتمتع بها الجميع وليس موسى مرزوقي فقط، ورئيس الجمهوريه هو الذي اصر واصدر اوامره للامن الرئاسي بتوفير الحمايه لكل المرشحين، لان دوره كرئيس جمهوريه هو حمايه هؤلاء المرشحين. ثالثا عرضنا على أكثر منافسينا جدية هذه الحماية، وحتى عندما وصلتها بعض الهدايا قلنا أنه من واجب الدولة حماية هذه هؤلاء الأشخاص وليس من واجب دولة أخرى حماية هؤلاء الأشخاص. هذا من ناحية أولى. من ناحية سير الحملة احنا لاحظنا نوع من الارتباك لدى حملة أحد المنافسين، ولاحظنا أنه هناك خطط تغيرت، على سبيل المثال بعض التنقلات والاجتماعات اللي ما كانش مبرمجة في حملة أحد المرشحين، ولينا نشوف ثم تحرك أكثر على الساحة. أيضا نشوف كيف أن جزءا كبيرا من الأعلام خاصة الخاص جزء كبير أصبح يقوم بدعاية غير مقنعة ودعاية غير قانونية ودعاية تمنعها القوانين، سواء قوانين الانتخابات أو قوانين هيئة الاتصال لفائدة مرشح. وبالتالي نحن نعتبر فعلا أن كامل المرشحين ليس لهم نفس الحظوظ وليس لهم نفس الإمكانيات. بالنسبة لسير الحملة أيضا نقول لك أنه الاجتماعات التي قام بها موسى مرزوقي، واليوم الآن هو يقوم باجتماع في بنزرت بعد ما قام بزيارة لبعض المعتمدات في بنزرت، هذه الاجتماعات والإقبال الذي وقع عليها بالإضافة إلى مؤشرات كثيرة أخرى من بينها حضور لافت للشباب في هذه الاجتماعات، يعني ربما قد يكون أثار بعض التخوفات لدى حملات انتخابية منافسة أو لبعض المرشحين المنافسين، مما دفع ببعضهم إلى الإسراع بتقديم الخطة باء على الخطة آ. نحن نتوقع ربما أن ينسحب بعض المرشحين الآخرين، هذا متوقع، وبالتالي الساعات الباقية من الحملة الانتخابية وقبل الصمت الانتخابي قد تجرى فيها بعض الأشياء. اللي نأمله احنا أن نصل إلى الانتخابات ويصوت التونسيون في الدور الأول وفي الدور الثاني بعيدا عن أي تأثيرات خارجية وبعيدا عن أي تأثيرات قد تؤدي إليها لا قدر الله عمليات إجرامية أو عمليات إرهابية. وهذاك علاش أنا وقتها طلبت من النيابة العمومية أنها تستمع إلى السيد مصطفى كمال النابلي، لعل الرجل له علم ربما بأحداث أمنية قد تقع وهو يهيئ إليها الرأي العام الآن. من مصلحتنا وحرصنا على دماء التوانسة والمسار الانتخابي أنه يقع الاستماع إليه، لعله يعلم شيئا. إذا كان ما يعرف حد شيء طاح الكيف على ظله، إذا كان يعرف حاجة يلزم السلطات الأمنية تأخذ علم بذلك. تفضل سيدي. يا رسول الله تقول لي شكون؟ مش صحيح، لأني أنا قلت أن الرجل تراجع عن الاتفاق والمناظرة وهو لم يكذب ذلك، والصحفي أكد كلامي في الأقاويل اللي سمعت اللي أنا سحبت. ننقل السؤال ونقولوا أقاويل ولكمتوها مع بعضها ما يجيش، يعني نقولوا الأقاويل شو تقولوا بدقة، وثم مراجع في المسألة هذه، ثم المعنيين بالأمر وثم الصحفي. تفضل سي. سؤالي اللي ذكرتني في حاجة هامة جدا، وهو أن طلبنا حق الرد في الليلة نفسها ورفضونا حق الرد، ويوم الأمس منشط البرنامج السيد هذايا طلبنا وقال باش نعطيكم حق الرد، ورغم في باليش اللي البارح ما حبوش ياخذوكم في التليفون، واتفقنا على أن نمشي البارح القناة نسمة، وبعد يتكلم يقول لا مش ممكن نعطيكم حق الرد في البرنامج هذايا لأنه باش ناخذوا وقت على حساب اللي مخصط له الحصة متاع البارح، مش عارف شو اسمه المترشح مع كامل احترامنا ليه، ووعد بي حق رد في برنامج آخر وتوقيت آخر، وهذا غير قانوني. احنا اليوم يوصلوا عد المنفذ بطلب رسمي لحق الرد، وهنا نحب نقول اللي
هذه من وسائل الإعلام التي تعمدوا ليس فقط فسح المجال بطريقة غير قانونية لبعض المرشحين، ولكن إقصاء ممثلي المرشحين وبعض المرشحين من ممارسة حق رد. وما هيش المؤسسة الوحيدة، لأنه نفس الشيء وقع مع برنامج يقع إعداده وتقديمه على قناة تونسية، ويقع من نفس المنشط في برنامج يقع إنتاجه على إذاعة موزايك أفا. وبالتالي احنا هذاك علاش ننبه من جديد الهيكة وليزي إلى أن القوانين التي يصراني أو تصراني على احترامه هي قوانين تنتهك في اليوم 1000 مرة، وهناك إقصاء متعمد وحملة دعائية غير قانونية تقوم بها بعض وسائل الإعلام الخاصة لفائدة مرشح دون غيره من المرشحين. شكرا لكم يا سيدي.